الاتحاد الاسيوي يرتكب خطا كبير في هذا التو في بدايه موسم. بعد محمد الله موجود مع النصر وعندك ليوناردو موجود في الوحده اتوقع اهداف فيها. نعم تتوقع في اهداف. نعم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نموت رسفان الفريق الايراني بهدفين مقابل هدف واحد. هنا تاتي هذه القمه العربيه، هذه القمه الخليجيه، هذه القمه الاماراتيه السعوديه هنا في استاد الملك فهد الدولي، حيث الوحده الاماراتيه امام النصر السعودي بعد غياب منذ عام 2011 عندما توجز تشكيله نادي الوحده الاماراتي. هناك محمد الشامسي في حراسه المرمى، حسين عباس، تشانغريم، لدينا حمدان الكمالي، محمد برغش بالإضافة لأميليس الوافد الجديد، ولدينا أولى المحاولات حارس براد جونز من خلال الكرة الأولى، الانطلاقة تأتي عن طريق إسماعيل مطر، فواز عوانة، لدينا ليوناردو بالإضافة لسباسياتي غالي، ولدينا الطحنون الزعابي، وهنا فرصة خطيرة لاعب العنابي. الحديث هنا عن إسماعيل مطر، كرة تصل عالية، التغطية كانت هنا والراية مرفوعة لمصلحة نادي النصر، منقولة كرة عالية خطيرة تأتي، التغطية موجودة، بعد ذلك أساوي عمر يسدد كرة، لكن قصة من الإخلاص عندما نتحدث عن إسماعيل، بينما هنا كرة وحدوية هل الفريق الإيراني، لكن النصر عينه على الذهاب بعيدا كما هو الحال لنادي الوحدة، بينما هنا تمريرة تأتي ولا أقل. سلطان غنام، سلطان عند الكرة، عرضية ترسل عالية خطيرة، زاق حمد الله، هنا العرضية كانت الراسية، الكرة في اليمين سلطاني ومرر، كرة ممتازة جوليانو، عبد الرزاق، حمد الله لقيدة يعود يدافع، لكن هنا فرصة النصر للثاني، فرصة النصر للثاني. فريق قوية والبداية لن تكون قوية إلا إذا ما حسم أمر ما أمام نادي النصر. ليوناردو خطيرة كانت لكن مرتدة، عبد الرزاق، حمد الله، حمد الله، عبد الرزاق، جول جول ضاع مين الوحدة على اليسار، والآن لدينا محاولة نصراوية خطيرة تأتي في الدقائق الأولى، ولك حمد الله من خلال تحركاته، عبد الرزاق، حمد الله في الاستلام، تمريرة نصراوية، فرصة نصراوية، تيغالي عند الكرة، يا السلام، الله، ممتازة، خطيرة للوحدة، كرة ما زالت داخل منطقة الجزاء، والإثارة ما بين الأندية الصينية الكورية اليابانية العربية من جديد كما هو الحال في إفريقيا، كرة تصل انطلاقة خطيرة، جول 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 سمعة، إسماعيل عائلة حمد المنصور يتقدم، مرمي صورة ممتازة خطيرة، جول للنصر، كرة تصل عالية، كرة ما زالت قائمة، عبد الرزاق، حمد الله، وتمهيد الكرة للدوري، هنا رونار كثير يريد أن يقول كذلك الميدان، بتعود هذه الكرة من جديد، ممتازة ممتازة الكرة، الانطلاقة جوليانو عند الكرة، فرصة نصراوية خطيرة، ولكن جميلة تمريرة عن طريق خليل الحمادي، ليوناردو، ولكن عمر أوساوي، منقول الكرة عالية داخل منطقة الجزاء بنادي الوحدة الإماراتي، خطيرة هذه الكرة، بتعود إصابة، سلامات لعبد الرزاق، حمد الله، 8617 مشجع أكيد، يعني لاعب عند الكرة في الطرف الأيسر، ما زالت للنصر، جوليانو، يا السلام، الله الله، الآن يحتاج إلى إنهاء أفضل، يا السلام، الله على كرة جوليانو، ولقبها ميليسي في مباراة اليوم، خطأ آخر، كرة ستنفذ عالية داخل منطقة الجزاء، حارس المرمى يتصدى مايكون، والكرة الرأسية، كرة ما زالت، هذه الكرة من برغش، ممتازة في اليمين، بعد ذلك العرضية خطيرة،